الله أكبر الله أكبر. لذلك أحبتي في الله، ما خلق الإنسان إلا من أجل الإيمان، ولا أوجده الله عز وجل إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الإنسان إلا لكي يعمر قلبه بتوحيد الواحد الديان. وأسعد لحظة في الحياة والعمر تلك اللحظة التي يحس فيها العبد أنه مؤمن حقا بالله عز وجل صدقا. أسعد لحظة في الحياة إذا ملئ القلب يقينا بالله عز وجل، وأصبح الفؤاد يسير، وأصبح الفؤاد يعيش مع الإيمان في كل حركة من حركات الإنسان وسكونه. إنه اليقين بالله والإيمان بالله، السعادة والشقاء، الفلاح والطلاح، الربح والخسارة، النجاة والهلاك. فما بين العباد وبين الله قضية أعظم من هذه القضية، ولا بين الله وبين العباد شيء يتقرب به إلا بعد هذا الأساس العظيم. لذلك أحبتي في الله، أعظم ما يعتني به المؤمن في هذه الحياة تغذية قلبه بالإيمان بالله. فما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله، ولا دخل الإيمان صدرا إلا اطمأن بذكر الله. وليس هناك ساعة أبهج من تلك الساعة التي عرف فيها العبد ربه ودنا فيها من خالقه، فعمر قلبه بتوحيده وذل العبودية له سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الذي هو الباب الوحيد بينك وبين الرحمن، له لذة في القلوب، له لذة وأثر في القلوب. هذه اللذة هي حلاوته وهي طلاوته. ما أصابها مؤمن إلا ذاق حلاوة الالتزام، ولا وجدها مؤمن إلا أصاب محبة الرحمن. إن هذه الحلاوة تحتاج من المؤمن أولا إلى جهاد صادق، وإلى سير حثيث في طاعة الله ومرضاة الله. كل حلاوة لها لذة عند الإنسان بقدر ذلك الشيء الذي يذوق حلاوته. فإذا كان الشيء الذي تذاق حلاوته هو أعظم الأشياء وأجلها عند رب الأرض والسماء، فهي الحلاوة التي لا ألذ منها. إنها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والعبودية للرحمن، التي تجد الإنسان فيها ومعها إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته السراء شكر. حلاوة الإيمان التي إذا ذاقها الإنسان نسي كل لذة من معاصي الله. إنها حلاوة كانت سببا في هجران الشهوات وترك الفواحش والمنكرات والتذلل لله رب الكائنات. فما أعظم سلطان الإيمان على القلوب، وما أجل حلاوة الإيمان في القلوب. لهذه الحلاوة أمارات وعلامات دل عليها نبينا المصطفى وحبيب ربنا المجتبى صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث خصال تحتاج إلى الرجال، وأي رجال؟ متذللين متعبدين للكريم المتعال.
خصلة بينك وبين الله، وخصلة بينك وبين أحباب الله، وخصلة بينك وبين دين الله وشرع الله. هذه الثلاث الخصال يعرضها المؤمن على قلبه في كل زمان ومكان، فإن وجدها في فؤاده ووجدها في قلبه ونفسه أحس بلذة الإيمان، وإن نقصت تلك الحلاوة ونقصت هذه الخصال نقصت لذة الإيمان في قلبه لا سمح الله. الخصلة الأولى بينك وبين الله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. والكلام في محبة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينحصر في أمرين، وثالثهما هو الثمرة. أما الأمر الأول فإن العلماء رحمهم الله يقولون كل محبة من العبد لها سبب، وهذا السبب إما أن يكون دنيوي محض، إما أن يكون دنيويا محضا أو أخرويا محضا أو جامعا بين الدنيا والآخرة، ولكن محبة الله عز وجل جمعت هذه الثلاثة الأسباب. فمحبة الله تكون لسبب ديني محض وهو نجاتك في الدنيا والآخرة، وتكون لسبب دنيوي محض فلا سعادة في الحياة إلا بطاعة الله. ولم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتكون جامعة بينهما بما ذكرنا. أما محبة الله فقد قال العلماء رحمهم الله إن الأسباب كلها تهيأت من أجلها، فلو أن إنسانا أحب والده أحبه لعظيم إحسانه وجليل يده عليه وكريم امتنانه، فكيف بالله جل وعلا الذي ما من طرفة عين ولا لحظة عين إلا وأنت ترفل في نعمة منه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إن كانت المحبة للإحسان فأين إحسان الله؟ وإن كانت المحبة للنعم فأين نعم الله؟ وإن كانت المحبة لدفع النقم فأين النقم التي دفعها الله؟ تفكر وتدبر، لو أن عبدا من العباد في يوم من الأيام قد ضاقت بك السبل وتعسرت عليك الأسباب في دين أو كربة أو هم من الدنيا أو حاجة، فاحتجت إلى من يعين واحتجت لمن يساعد، وإذا بذلك الرجل الوفي يدنو منك في تلك الساعة العصيبة يقول لك أي شيء تريده، فتقول أريد كذا وكذا، فمد لك يد المساعدة وأعطاك ما تحتاجه. لو أن عبدا فعل ذلك لأسرك بمعروفه، ولأصبحت تتحدث بذلك المعروف وتثني عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا، وتثني عليه أمام أبنائك صغارا وكبارا. فأين نعم الله وأين منن الله؟ وكم من كربة فرجها الله عنك، كم من كربة في ظلمات الليل جاءك السقم والمرض وحولك الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فأنيت وتألمت وتأوهت ونظرت يمينا ويسارا فلم تجد معينا سواه، ولا مجيرا عداه، ولا مغيثا غيره جل علاه، فقلت رباه رباه، فناديته بقلب لا يعرف سواه، وتعلقت به سبحانه وتعالى، وفي لحظة واحدة آتاك رحمته وأسداك منته، ففرج عنك الكرب الذي تألمه وأزال عنك البلاء الذي تجده. فهل ذكرت معروفه يوما من الأيام؟ وهل أثنيت عليه أمام الأنام؟ وهل ذكرت فضله؟ تبارك الله رب العالمين. أحبتي في الله، فلذلك ليس هناك
محبة أصدق من محبة الله عز وجل، وليس هناك أحد يحب على الحقيقة كمحبة العبد لربه. ومهما أحببت شيئا فأنت مغال فيه إلا الله تبارك الله رب العالمين، فإنك مهما أحببته ومهما أجللته ومهما أعظمته وأكبرته فأنت المقصر في حقه سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل لها أمارات ولها دلائل وعلامات بينها العلماء رحمهم الله، ومن أحسن من عبر عن تلك المحبة أحد العلماء رحمهم الله بقوله: تحصل محبة الله بفعل واجباته وترك مخالفته، فإذا تهيأ للعبد ذلك كان محبا لله. إذا اجتمعت الخصلتان في العبد، فعل فرائض الله وترك محارم الله، فهو حبيب الله عز وجل. قال بعض العلماء: يستدل على محبة العبد لله بتوفيق الله عز وجل للعبد لطاعته، وبمقدار ما تقصر في الواجبات، وبمقدار ما يقصر العبد في فعل المحارم والمنكرات، كلما كان ذلك نقصانا في محبته لله عز وجل. ولذلك ما استقرت محبة الله في قلب عبد إلا وجدته أنشط ما يكون لفعل فرائض الله، وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله عز وجل. من أحب الله انتظر في كل لحظة أمرا من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر، وانتظر في كل لحظة من لحظاته نهيا من النواهي حتى يتقرب إلى الله عز وجل في ترك ذلك المنهي. لذلك أحبتي في الله، دلائل محبة الله في الأمرين وتحقيق هاتين الخصلتين فعل فرائض الله وترك محارم الله. وكلما وقف الإنسان أمام فرض من فرائض الله، وكلما وقف الإنسان أمام حد من حدود الله، فليعلم أنه ممتحن في محبة الله عز وجل. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بعد محبة الله أشرف مأمول وأعظم محصول. من وفقه الله لمحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد وفقه لطريق من طرق الجنة. فما أحب عبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعطش لسنته وتلهف لاتباع أثره. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد إلى الجنان والفوز بالرضوان. ولذلك كما قال بعض العلماء: إن الله قفل كل السبل المفضية إلا سبيلا واحدا مفض إليه، وهو الطريق الذي اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردت أن تعرف مقدار محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حرصه على السنة علما وعملا ودعوة وتطبيقا. ولذلك قال العلماء: أصدق الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، العلماء بها، العاملون بها، الداعون إليها. فإذا أردت أن تعرف صدق محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى خصاله، وانظر إلى خلاله، وزنها بخلال النبي صلى الله عليه وسلم، وزنها بآدابه. فإن وجدته يترسم نهجه ويقتفي أثره ويتعطش لمعرفة سنته، فوالله إنه الحبيب ونعم الحبيب، والقريب من الله ونعم القريب.